غارة جوية يشنها الطيران الحربي على مدينة الطبقة منطقة الحي الأول. على هذا البناء بناء النقابة الداخلية التابع لسد الفرات. سد الفرات يبعد عن هذا المكان أقل من 300 متر فقط. دمار كبير خلفه هذا القصر. مدينة الطبقة 25/9/2013. هذا دمار كبير يخلفه هذا القصف الطيران الحربي. مدينة الطبقة منطقة الحي الأول. أنا بالقرب من المنصة الرئيسية الذي كان فيها التمثال حافظ. انظروا لهذا الدمار. Thank you.